أنف الجمل عجيبة من العجائب لأنها بتقوم بعملية تكثيف بخار الماء الخارج من في عملية الزفير، كده الجمل يكون هو الحيوان الوحيد اللي بيستعيد الماء من الهواء اللي بيتنفسه. الجمل بإمكانه إنه يشرب المية المالحة من أي بحر، وده لأن كليته بتقدر تفصل المية المالحة من الماء العذب. عين الجمل غريبة، فيها جفنين، جفن شفاف وجفن لحم، وده يخلي الجمل الحيوان الوحيد القادر على المشي في عواصف هوائية بدون ما يتأثر. الجمل عنده قدرة عجيبة على تحمل العطش، بإمكانه يتحمل فقد المية لحد 30%، في حين إن باقي الحيوانات التانية تموت إذا فقدت بس 20% من المية. أهل البادية لما كان يجي عليهم شوك كانوا بيستخدموا لعاب الجمل عشان الشوك يدوم، وده بيخلي الجمل ياكل أي حاجة فيها شوك بدون ما معدته تتأذى. الجمل بإمكانه إنه يتحكم في درجة حرارة جسمه، هو آية من آيات الله في كونه. بس كده يا محترم.